لبنان والاحتفالات ورقم 17 مبروك، الصعوبات كلها عم تنزاح من قدامك يا لبنان، وان شاء الله لبنان والوعي الجماعي عم يتحسن والامور عم تصير احسن واحلى. في حيكون انجازات رقم 3، في وفرة ومشاريع جديدة، في اهتمامات مادية كتير حلوة للبنان ودعم مادي كتير حلو، في عدم وضوح ببعض المطارح، ولكن كل ما نتقدم بالوقت بلبنان هلا هيدا الشهر يعني كل يوم حيكون في وضوح أكثر عن الثاني صوب المستقبل، وحيكون في قصص حلوة. خلي اللبنانيين يتذكروا هالثلاث كلمات: التواضع والموضوعية والتواصل والصراحة. اوكي، ما تنسوا تعملوا توازن يا ايها اللبنانيون لنقدر نبني بلدنا بطريقه احسن، نتوازن من جوا يعني، زرعنا ورح نحصد، يعني اللي زرع رح يحصد، اللي كان عم ينق ما رح يحصد شيء. اوكي، نهايه سعيده للبنان، برافو مبروك رقم 21. اوكي، ما بقى تحللوا كثير، امنوا بحالكم، امنوا بالشخص اللي بدكم تكون اياه، امنوا بالتغيير، في شويه انفصالات، في شويه تباعد ببعض المطارح، ولكن في بدايات جديده كثير